كثير في مشاكل دكتورة في البروجستيرون والاستروجين مرتبطة أو تؤدي في نهاية المطاف إلى اضطراب الدورة الشهرية؟ آه طبعا. كيف هلا دكتورة؟ إحنا عندنا طبيعيا هسه هذه الدورة ما صار حمل، انقطع الدم عن بطانة الرحم. نعم. انكمشت بطانة الرحم ونزلت على هيئة انكمشت يعني تقلصت. نعم. أو لأنه انقلت الدم إلها وتخرج للخارج على هيئة دورة شهرية أو طمث، نسميه الطمث أو الدم. هذا الوضع الطبيعي. هلأ إحنا عندنا أختي يصير من سن البلوغ إلى سن وقوف الدورة الشهرية ما بين 11 إلى 13 سنة أو 15 سنة إلى سن 45 إلى 51 أو 52 سنة، سن انقطاع الطمث. بهل الحافتين هدول بيصير اختلال بالهرمونات، بيصير اضطراب تعدد الدورة. نعم. نزف، تأخر الدورة، هذا طبيعي، هذه حالة فسلجية طبيعية ووقتية. نعم. بس في أسباب تانية كمان انقطاع الدورة، حمل، وهذه الأشياء اللي هو أكثر شيء شائع. صحيح. والرضاعة، في نساء صحيح. كثير أنه ما تجيهم الدورة إلا أن يفطموا ابنهم. صحيح. أو الطفل. بس في كمان أشياء تؤدي إلى أنه هذه الدورة تضطرب بها، هي الأشياء الموجودة في المرأة أو في أي إنسان من اضطرابات من الغدة النخامية نزولاً إلى الغدد البقية، وأهمها عندنا الغدة الدرقية. نعم. أمراض الغدة الدرقية، الإفراط في الإفرازات أو قلة في الإفرازات، هاي كلها تأثر عليها. بس إحنا الأهم من هذا، أو عندنا تشوه بالقناة التناسلية يمنع ظهور الدورة الدموية، وهذا يحدث. نعم. مع المراهقات، يعني تجي الأم تقول إنه بنتي ما عندها دورة، لما نشوف إنه في انسداد بغشاء البكارة فنضطر وتجمع الدورة خلف هذا الغشاء. نعم. فنضطر إلى تداخل جراحي وتستمر الدورة اعتيادية، هاي كلها أشياء طبيعية. دكتور، العامل النفسي قد يلعب دور؟ هذه الهرمونات المرتبطة بالناقلات العصبية قديش ممكن تأثر على حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية؟ عندنا من أسباب جدا مهمة في اضطراب الدورة الشهرية أو تأخرها هو التوتر والحالات النفسية مثل الكآبة وغيرها، كثير تأثر على الدورة، وكثير يجون مراجعين وخاصة الفتيات قبل الزواج. أنت قلتي لي هذا الكلام، فعلا قلتي لي حالة منتشرة بشكل واسع، يعني تجي أنه الدورة ما إجتني دكتورة وعندي زواج، فأقولها أنه الأطمئني هذا توتر حالة مؤقتة، بعد ما يصير الزواج وتستقر الأمور كل شيء راح يرجع طبيعي. عندنا أسباب في انقطاع الدورة، الفرط في الرياضة، نقص الوزن القوي العنيف أو الحالة العصبية أنوركسيا نيرفوزا، هذا اللي تقلل الكتلة الدهنية في الجسم، الوزن الزائد دكتورة، والوزن الزائد أيضا، وأكل يعني وتناول الأطعمة اللي هي مليئة بالدهون الغيئة السيئة أو الضارة، هذه كلها تؤدي إلى زيادة الكتلة الدهنية اللي إحنا من خلالها يتكون هرمون الذكري تستوستيرون في هذه الطبقة. نعم. الدهنية، ويؤدي إلى حدوث مضاعفات مثل ظهور الشعر أو تأخر الدورة. ممكن أو ترتبط بتكيس المبايض دكتورة؟ تكيس المبايض هذه حالة من الحالات أيضا شائعة، هذه بالمبيض الصير، أنه البويضة تتكيس ولا تنفرز، فيبقى تأثير فقط الإستروجين مع تأخر الدورة واضطراب الدورة، هذا كل شيء يؤدي إلى توتر، إلى كآبة. صحيح. إلى قلة فعالية الجسم، إلى إفراط في تناول الأكل. نعم. فكل هذه تؤدي إلى دكتورة شاع على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا تجارب كثيرات من النساء والفتيات تتعلق باضطراب الدورة الشهرية بعد تناول لقاح كورونا أو حتى بعد الإصابة بكورونا، هل هنالك علاقة حقيقية تم اكتشافها مؤخرا أم مجرد نقول شائعات أو مجرد كلام لا ينتمي للطب والصحة؟ لا، جاءتنا حالات اضطراب الدورة أو تأخرها وخاصة بعد أخذ اللقاح الثاني، وكانت وعالجناها، وهذه الحالة كانت مؤقتة، ما توجد دراسات كافية أنه
نقول انه كورونا او اللقاح هو تاثير الى مباشر مباشر. وانا يعني مع اللقاح، يعني اشجع اللقاح. طيب دكتوره، خلينا بما اننا تحدثنا عن الاسباب وعددناها نتحدث عن الطرق العلاجيه. متى نقول الحاله تستدعي طلب مساعده الطبيبه النسائيه؟ عندنا من تضطرب الحاله الدوريه، اول شيء الدوره الشهريه هي عباره عن حاله صحيه للانثى. إذا اضطربت إذا صار اضطراب في الدورة الشهرية معناها أكو هناك خلل أو حالة صحية. بهذه الحالة أنه يجب أن تراجع المريضة لمعالجة هذه الحالة، معالجة أو توتر، معالجة التوتر، الأكل الجيد والغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الجيدة. بس شيء واحد أنه يعني أحكيه وأكد عليه، أنه إذا غابت الدورة لأكثر من 3 أشهر يجب أن يصير تداخل طبي ويجب أن تنزل الدورة. طبعاً لأكثر من 3 أشهر وبدون وجود حمل. طبعاً طبعاً الحمل هاي حالة طبيعية. 3 أشهر، وهذا لأنه ما نريد تأثير الإستروجيني على الجسم، لأنه ممكن الإستروجيني يأثر تأثير سلبي على بطانة الرحم، على الثدي، لا قدر الله ممكن يؤدي إلى سرطانات في نهاية المطاف. مضبوط.